السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. مرحبا بكم في قناة المعرفة. سنتحدث اليوم عن معنى اسم من الأسماء الجميلة. معنى اسم آسر، اسم علم مذكر من أصل عربي، وهو عبارة عن اسم فاعل من فعل ياسر. ومعنى آس هو الرجل القوي والكريم والشجاع جدا، والذي يقدر على القتال في الحروب ولا يخرج من هذه الحروب إلا وهو منتصرا. وآسر هو الشخص الذي يضع أعداءه في الأسر ويقوم بأسرهم بعد انتصاره عليهم. ويقال أيضا أن معنى آسر هو الشخص الذي ياسر الناس بشخصيته المميزة ويؤثر فيهم. وكل هذه المعاني جميلة ورائعة. حكم الإسلام في التسمية باسم آسر. اسم آسر من الأسماء الجائزة شرعا لتسميتها للولد المسلم، حيث إنه حامل لمعنى جميل غير مسيل الإسلام، أو بوصف مكروه لصاحب الاسم. لذلك أجاز العلماء المسلمين تسمية اسم آسر للولد المسلم. صفات حامل اسم آسر. يتصف اسم آسر بالعديد من السمات الجميلة، منها الإحساس والرومانسية، الذكاء والشجاعة والجرأة والقوة. شخصية تحب السفر كثيراً. يتميز بأنه شخص طموح للغاية ويسعى بجهد كبير إلى تحقيق أهدافه. شخصية عصبية. شخصية متقلبة المزاج، كما أنه أيضا يتمتع بشخصية غامضة. هل تجد هذه الصفات تتطابق مع من يسمى باسم آسر؟ وما هو الاسم الذي تريدون أن نكتب لكم عنه في المرة القادمة؟ شاركونا بتعليقاتكم. دمتم في أمان الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.